وزي ما اتفقنا معاكم ان احنا من بدايه حلقه اليوم، ولان احنا ما زلنا بدايه العام كمان 2022 في عالمنا العربي كله، بنفكر ازاي نجدد حتى طاقتنا الايجابيه. دايما نسمع نقول كن ايجابي، لكن انت عايز تبقى ايجابي ازاي؟ في ناس ما بتبقاش عارفه، وفي ناس ممكن تعرف معلومات زياده، ده اللي هنحاول النهارده ان احنا نتكلم فيه. لكن قبل كل ده تعالوا ناخدكم للاردن ونتابع هذا التقرير، لنعود ونستكمل معكم لقاء الليله من بيت للكل. الكثير منا يرى انه في البيت طاقه ايجابيه، والكثير الاخر يرى انه يوجد طاقه سلبيه. عند الاستيقاظ الباكر حس انه لا يستطيع العمل او ما شابه، فهناك خلل. اشياء كثيره ترفع من هذه الطاقه في المكان، منها الورود، منها القطة إنه بتسحب الطاقات السلبية، بتحطم الطاقات السلبية. دائما كن إيجابي لكي تحصل على ما تريد، لكي ترفع ذبذبات الطاقة الإيجابية يجب عليك أن تتحدث بكل إيجابية، لأنه اللي احنا قلناه في الأول، ما تركز عليه ما ستحصل عليه فيما بعد.